السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، على هذه الدعوة لي ولإحسان الظن بأخيهم. قرب الكرسي. طيب. ابتداء أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، على هذه الدعوة وإحسانهم الظن في أخيهم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم. وبعد، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاثرة وجعله مخلصا للمتقين. إن حديثنا في هذه الليلة عن حقيقة يعرفها كل مسلم، حقيقة لا بد أن يصيبها أو تصيبه، ألا وهي حقيقة الموت. إن هذه الدنيا كما جاء عن عيسى عليه الصلاة والسلام هي دار ممر، والآخرة هي دار المقر، وكل ابن أنثى وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، مهما طالت هذه السلامة. وكلكم قد رأى أناسا قد حملوا على هذه الآلة الحدباء ثم ووروا في التراب وصاروا حديثا، وسيكون هذا الأمر مصير كل واحد منا. والله الذي لا إله إلا هو، لو عمر أحد في هذه الدنيا لعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وقد قال الله تبارك وتعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل من يعيش على هذه الأرض سيكون في يوم من الأيام داخل هذه الأرض، يسير يوما عليها وسيكون قطعا في يوم فيها. إن الموت طالب لا يمل الطلب، ومهما حاول الإنسان أن يفر منه فإنه ملاقيه، فإن الموت الذي تفرون منه يلاقيكم حتما، كما قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. فحري بمن كان الموت مصرعه والقبر مضجعه أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستعد لهذا اليوم. ولكن الواقع أن أكثر الناس غافلون، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فضح الموت الدنيا،
فضح الموت الدنيا فلم يبقي لذي لب فرحة. فضح هذه الدنيا أنها لا تستقر على حال ولا تدوم لأحد أبدا. ومع هذا يجد الإنسان نفسه متعلقا بهذه الدنيا، ولا أعني كل إنسان ولكن أعني كثيرا من الناس يتعلقون بهذه الدنيا ويحرصون عليها ويبذلون كل شيء، نعم كل شيء، في سبيل تحصيل هذه الدنيا والبقاء فيها. وهذا سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي يقول لأبي حازم سلمة بن دينار: يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ وكأن سليمان بن عبد الملك يتكلم بلسان عامة الناس اليوم، لماذا نكره الموت؟ فجاءه الجواب من ذلك الرجل الزاهد التقي الورع رحمه الله تبارك وتعالى، والذي كان ينظر بعين البصيرة، فقال له: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. كلمات يسيرة ولكنها تلمس واقعا. عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، أليس هذا حال كثير من الناس اليوم؟ تفكيرهم في الدنيا، همهم الدنيا، رغبتهم الدنيا، عملهم للدنيا، سهرهم للدنيا، يصلي يفكر في الدنيا، تنقضي صلاته يفكر في الدنيا، على فراشه يفكر في الدنيا، بل وهو نائم يحلم بالدنيا، فصارت الدنيا هما وصارت الدنيا شغلا شاغلا وأهمل الآخرة وقصر فيها ولم يلقي إليها بالا ولا اهتم بها، فلم تكن للآخرة قيمة، وبذلك لم يبذل لها وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا صحة ولا شيئا أبدا. فالآخرة خراب والدنيا عمار. قال: خربتم الدنيا، عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، والنتيجة: فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. ماذا حضرت لنفسك في الآخرة؟ ماذا وضعت في بيتك الذي في الجنة إن كنت من أهلها؟ هل جهزت هذا البيت؟ هل عمرته بالطاعة؟ هل غرست فيه النخيل؟ هل بنيت لك القصور؟ أو أن الهم كله في هذه الدنيا؟ إجابة واضحة: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: فما العمل؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: وأين في كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هي أعمالكم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال سليمان مقولة يقولها كثير من الناس اليوم، قال: وأين رحمة الله؟ جاءه الجواب: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليست لكل أحد. فنحن نعلم أن الله غفور رحيم، ولكننا يجب علينا أن نعلم أن الله شديد العقاب وسريع العقاب سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أبدا أن نجعل القرآن عضين نأخذ بعضه ونرد بعضه، بل لا بد أن نأخذه كاملا. قال سليمان التيمي: شيئان قطع علي لذة الدنيا. قيل: ما هما؟ قال: تذكر الموت وتذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، هذان الأمران قطع علي لذة الدنيا. وقيل لبعض السلف رحمهم الله تبارك وتعالى: ما هو الشيء الأقرب؟ ما أقرب شيء؟ قال: الأجل. أجلك أقرب شيء إليك. إنسان لا يدري متى يموت، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما أقرب شيء؟ قال: الأجل. قال: فما أبعد شيء؟ قال: الأمل. الإنسان يموت أمله لم ينتهي أبدا. أبعد شيء؟ قال: الأمل. قال: فما هو أرجى شيء؟ قال: العمل. اعمل، هذا أرجى شيء. فإن جاء الأجل وفات الأمل فينفعك العمل. أرجى شيء؟ قال: العمل. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. أنت أيام، يغيب يوم ذهب بعضك، ينقص، ينقص ابن آدم في كل يوم، ينقص 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 حتى يأتيه الأجل، حتى يأتيه الأجل فيموت كل يوم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما تولى الحكمة وبويع له بالخلافة، دخل بيته وذهب ليرتاح، كان الضحى آخر الضحى، فذهب ليقيل، يعني ينام القيلولة. فجاءه ولده عبد الملك، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، جاءه قال: إلى أين يا أبي؟ قال: أريد أن أقيل أرتاح قليلا. قال: وما ظالم الناس؟ متى تقضي في المظالم؟ هذا ابنه يقول له ذلك. قال: وما ظالم الناس؟ قال: بعد أن أستيقظ أقضيها، أقضي مظالم الناس بعد أن أستيقظ، فإني محتاج إلى هذه القيلولة حتى أقضي مظالم الناس. قال: وهل تضمن أن تستيقظ؟ ولده يقول له: وهل تضمن أن تستيقظ؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: وهل تضمن أن تستيقظ؟ فقال له: تعالى يا بني. فاقترب منه فأخذ برأسه وقبله وقال: جزاك الله عني خيرا، ثم ترك النوم وقام يقضي مظالم الناس. لا يضمن أن يستيقظ من نومه. أرجى شيء العمل، أن يعمل الإنسان ويحرص على أن ينقذ هذه النفس من ذلك العذاب العظيم الذي يرتقبها إن لم تكن صالحة. ولذلك قال الشاعر يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لعرسها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر فمن عاش ألفا وألفين إنه لا بد من يوم يسير إلى القبر. إذا لا فرار من الموت أبدا، لا فرار، كل نفس ذائقة الموت. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مهما فر الإنسان من هذا الموت فإنه يأتيه، لا فرار منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق في مرض موته قيل له: أندعو لك الطبيب؟ فقال: إن الطبيب قد رآني. قالوا: وماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد، يعني الله تبارك وتعالى. فقالت أم المؤمنين عائشة ابنته رضي الله عنها بين يدي أبيها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها أبو بكر وقال: هلا قلت يا بنية؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، إذا جاءت سكرة الموت فلا مفر من الموت. أين عاد وثمود؟ أين فرعون؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه قبر ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق. فإذا حضر الموت فلا راد له، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا أحد، لا أحد يستطيع أن يرجع الروح إذا قرر وأمر ربنا تبارك وتعالى بأن تقبض. قال الشاعر: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. والله الذي لا إله إلا هو إن الأمر لكذلك. إذا حشرجت الروح علم الإنسان يقينا أنه كان في هذه الدنيا في غرور وأنه سيقبل على رب عظيم كريم ولكنه عزيز، غفور ولكنه جبار سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن لا ينسى هذا ولا هذا، لا ينسى الخوف ولا الرجاء، بل يدرك ويوقن أنه قادم على رب غفور رحيم شديد العقاب سبحانه وتعالى، ثم ينظر إلى أعماله وماذا قدم بين يدي ربه تبارك وتعالى. دخل المزني على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف أصبحت يا إمام؟ قال الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسيء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى ربي واردا، فلا أدري روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. هكذا كانوا ينظرون إلى أحوالهم وإلى أمورهم.
لماذا لا يعظ الإنسان نفسه؟ قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في النار، يعني جلست أتفكر فيما لو دخلت النار. يقول: مثلت نفسي في النار تعالج في النار سلاسلها وأغلالها وزقومها وعذابها، وهي تتعذب في النار، يتمثل ذلك، يتخيل ذلك. ثم كلمت نفسي، قلت لها: ماذا تتمنين يا نفس وأنت تتعذبين الآن في هذه النار؟ ماذا تتمنين يا نفس؟ قالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في أمنيتك الآن، فأعملي الآن، ما زلت في هذه الأمنية، اعمل، عندك وقت. ليس كالذي مات وقال رب ارجعون، لا، هذا الإنسان الذي يفكر في آخرته، يفكر في العاقبة، يفكر فيما سيأتي. قلت لها: فما زلت في أمنيتك فاعملي الآن. قال الشاعر: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى. هلك المداوى والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، الكل هلك، الكل يهلك. هلك المداوى وهو المريض، والمداوي وهو الطبيب، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كلهم هلكوا. من سيبقى؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد للإنسان إذن أن يستعد لهذا الموت، لا بد أن يستعد لهذا القادم، قادم مخيف. نعم، أهل الصلاح، أهل التقوى، أهل الدين، أهل الالتزام، أهل الصلاح، هؤلاء يفرحون بقدومه. هؤلاء إذا جاءهم الموت تقول أرواحهم: عجلوني عجلوني. لماذا؟ لأنهم شغلوا أوقاتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. كان أحد السلف وهو على فراش الموت، وخالد الحذاء، كان ولده يبكي عند رأسه وهو قد جاءته غيبوبة ثم أفاق، وكان ولده ظن أنه قد مات، فقال: يا بني لا تبكي، يا بني لا تبكي، والله لقد ختمت القرآن في هذا المكان أكثر من 500 مرة، لا تبكي يا بني، أنا قادم على رب الرحيم، رب لا يضيع عنده العمل، لا تبكي. وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا من استعد لهذا اليوم، استعد استعدادا صحيحا لهذا الموت ولهذا اليوم ولهذا اللقاء. وحتى يستعد الإنسان لذلك لابد أن يكون أول استعداده هي كثرة ذكره، أن يكثر من ذكر الموت، لا ينسى الموت وفي غمرات هذه الدنيا يظن أنه سيعيش إلى الأبد. لابد أن يتذكر دائما أنه إذا خرج من بيتي قد لا يعود، وإذا نام في فراشي قد لا يستيقظ. لابد أن يتذكر الموت دائما. ولذلك انظروا بماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لنا تذكروا الموت، ولو قال لنا تذكروا الموت لكان حريا بالعاقل أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتذكر الموت، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه تجاوز ذلك وقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا، ليس فقط تذكر بل أكثر من ذكر، أكثروا من ذكر هذه اللذات. فالإنسان إذا أكثر
من ذكره لا شك إنه سيستعد له، لأنه دائما على باله، دائما يفكر فيه. وأنت إذا كنت تفكر في ضيف سيزورك، إن كان هذا الضيف غير مهم وقال لك سأزورك بعد أسبوع، تقول حياك الله. يمر الأسبوع ثم تتفاجأ وإذا هو يطرق عليك الباب، من؟ قالوا فلان، قال إنه سيزورني قبل أسبوع. حيا ويرتبك، كيف يستقبل هذا الضيف؟ لكن الضيف هذا إذا كان مهما فإنه كل يوم يتجهز لهذا الضيف. اليوم أذهب إلى المجلس الفلاني، أخبر فلانا وفلانا أن الضيف هذا سيأتي. اليوم أشتري الأمر الفلاني، اليوم الثاني أرتب المجلس، اليوم وكل يوم يستعد لهذا الضيف ويتكلم، سيزورني فلان سيزورني فلان. ولعله إذا وضع رأسه على وسادته لينام يتذكر متى سيأتي وكيف سيقابله وماذا سيقول له وهكذا. لماذا؟ لأنه ضيف مهم. فكيف إذا كان هذا الضيف تتعلق به حياتك الأخرى؟ وإن الآخرة لهي الحيوان، حياة الحقيقية. أفلا يستعد الإنسان لهذا الضيف؟ بلى والله، العاقل لابد أن يستعد ويفكر ويتجهز لهذا الضيف. كذلك من الأمور التي ينبغي من خلالها الاستعداد لهذا الضيف أن يعتبر بمن مضى، وإياك إياك إياك أن يعتبر بك الناس ولا تعتبر بالناس. إن لم تعتبر اليوم سيعتبر بك غدا. كم من شخص تعرفه قد واريته التراب؟ بعضكم وأنا منكم قد يكون يزور المقبرة كل يوم، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، ولكن على الأقل يزور المقبرة 10 أيام في السنة، ويدفن شخصا وشخصين وثلاثة وأكثر. ألا يعتبر بهؤلاء الذين يدفنهم؟ ألا يقول في يوم من الأيام سأدفن بدل أن أدفن؟ سيكون هذا الأمر، اليوم تدفن غدا تدفن، سيكون. من سيعمر؟ من سيعيش إلى الأبد؟ كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. كل ابن أنثى، رجلا كان أو امرأة، سيحمل، يحمل اليوم ويحمل غدا. فعلينا أن نعتبر بمن نحملهم، وغدا سيعتبرون بنا من يحملوننا. فالإنسان إذن يعتبر بمن يموت في هذه الدنيا. ولذلك قال ابن مسعود: السعيد من اتعظ بغيره. هذا هو السعيد الذي يستفيد، يتعظ بغيره. لا تكون كالذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني لا ربحوا في تجارتهم ولا استفادوا من هذه الخسارة بحيث أنهم يهتدون ويبدأون يعملون بالطريقة الصحيحة. فعلينا أن نعتبر بغيرنا إذن. كذلك من الأمور التي بها يكون الاستعداد لهذا اليوم العظيم زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كثرة زيارة القبور علاج، كثرة الزيارة علاج، يعالج بها الإنسان هذه النفس المريضة، تعالج بزيارة القبور. وزيارة القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة. يتذكر الإنسان الآخرة، يتذكر أنه يوما ما سيكون في هذه الحفيرة،
تذكروا الآخرة. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول أهل العلم في زيارة القبور ثلاثة منافع أو ثلاث منافع. المنفعة الأولى للزائر حيث يعتبر، ينظر في القبور، هذا فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، أين سيكون قبري؟ أين سيكون مكاني؟ ترى ما أحوالهم الآن في قبورهم؟ هل هم منعمون؟ فإذا كان يعرف عن شخص منهم الصلاح فيقول هنيئا له، لعله الآن يتنعم في قبره. والعكس صحيح، إن كان يعرف في شخص الفساد فيقول لعله الآن يعذب في قبره، فأعوذ بالله أن أكون مثله. فيتعظ، يعتبر في هذه الزيارة. المنفعة الثانية للزائر أيضا، وهو الأجر الذي يحصله في الصلاة على الأموات أو في حملهم أو في دفنهم، فهذا كله فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تضرع حتى تدفن فله قراطان. المنفعة الثالثة للمزور، الميت ينتفع بدعائك إذا دعوت الله تبارك وتعالى. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا المقابر أن ندعو للأموات، وكان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم السابقون نحن اللاحقون. فيدعو للأموات فيستفيد الميت من هذا الدعاء، فيكثر الإنسان من زيارة القبور. ففي زيارة القبور نفع عظيم لهذه النفس، أنها تكون متزنة، تعرف أنها سترحل عن هذه الدنيا في يوم من الأيام. كذلك من الأشياء التي تعين التقلل من الدنيا، كما ذكرنا قصة سليمان بن عبد الملك مع أبي حازم لما قال له: لماذا نكره الموت؟ قال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. فالإنسان إذا تقلل من هذه الدنيا لم يحرص عليها كثيرا، وإذا عمل للآخرة سيحرص عليها كثيرا. فينبغي علينا أن نتقلل من هذه الدنيا، أن نعلم علم اليقين أن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل عند الله جناح بعوضة. تعرفون البعوضة؟ جناحها ما ثقله، ما وزنه، ما قيمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. إذن هي لا تعدل عند الله شيئا، ولا جناح بعوضة، لا شيء عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا. ولما رآه عمر ينام على الحصير وقد أثر في جنبه قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير. قال: يا عمر، ألا يسرك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالإنسان إذا تقلل من هذه الدنيا لم يهمه بعد ذلك ذهبت أو جاءت، يكون زاهدا بهذه الدنيا. أما إذا كان يجمع ويجمع 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 لهذه الدنيا فإنه سيكون حريصا متعلقا بها، لا يمكن الفكاك منها أبدا. فالتقلل من الدنيا يعين على الاستعداد لهذا اليوم العظيم. كذلك أن يتذكر سكرات الموت، يتذكر سكرات الموت، وأن هذه السكرات صعبة على النفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك رجلين صلى الله عليه وسلم، كما قاله أبو سعيد الخدري: إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك رجلين منكم. قال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان عندما يتذكر هذه السكرات وذلك الموقف العصيب في تلك اللحظات لعله أن يستعد حتى يثبته الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. كذلك من الأشياء التي تعين كثرة قراءة القرآن. القرآن فيه موعظة
يقرأ مثل قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى قرأ هذه السورة ليلة كاملة من بعد العشاء إلى أن طلع عليه الفجر، قام الليل كله في هذه السورة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ هذه السورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ هذه السورة حتى طلع عليه الفجر، من العشاء إلى الفجر يقرأ هذه السورة. لكنه يتدبر، يتدبر معانيها. ألهاكم التكاثر، التكثر من هذه الدنيا، ألهاكم حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عن اليقين ثم لترون يوم العنه. إنسان عندما يقرأ هذه السورة ويتدبر معانيها فإنه لا يحرص على هذه الدنيا بل يحرص على الآخرة. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل هذه الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم قام وترك، قال يعني نام القيلولة تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، بس هذه الدنيا، هذه الدنيا. وإذا قالوا سئل نوح عليه الصلاة والسلام وهو عمر قريبا من 1000 عام قيلوا كيف رأيت الدنيا 1000 سنة كيف رأيت هذه الدنيا؟ قال والله كأني جئت إلى دار، دخلت من باب وخرجت من باب الآخر، هذه هي الدنيا، دخلت من باب وخرجت من باب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل هذه الدنيا كمثل راكب قال أي نام تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. وقال لابن عمر: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول نافع: فكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء، يعني يتوقع الموت، وإذا أمسى لم ينتظر الصباح، يتوقع الموت. فتصور إنسان إذا كان يمسي ولا ينتظر الصباح معناها إيش؟ يستعد لهذا اليوم، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح يستعد لهذا اليوم، قد لا يستيقظ قد يموت. وإذا قيل لنافع يوما: ما هو عمل ابن عمر في بيته؟ قال: لا تطيقونه. قال: وأخبرنا، أخبرنا ماذا يعمل في بيته؟ قال: كلما قضى صلاة صلى، وكلما انتقض وضوءه صلى، يعني توضأ وصلى، والقرآن بين ذلك. لا تستطيعون، يقول لا تستطيعون أن تصنعوا كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنه، لكنه استفاد من موعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الشاعر يقول: قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها لله درك، ماذا تستر الحفر، ففيهم لك يا مغرور موعظة، وفيهم لك يا مغتر معتبر. وختاما ينبغي أن يقول المسلم، كل مسلم حقيقة ينبغي له أن يقول: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل ظني ثم إني مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا ممن يتذكرون هذا اليوم فيستعدون له، وأن يقبضنا إليه سبحانه وتعالى في صالح أعمالنا وحسن خواتيمها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.